وعدنا للعبة ليج اوف ليجند، محبوبة الملايين من الناس. ليج اوف ليجند يا جماعة بطولاتها مرعبة اللي عم بتصير، والاخبار اللي عم نسمعها. حكينا الحلقة الماضية عن بطولة 5 مليون دولار، يا الله. بس اللي بدي ليش عم بذكر الحلقة الماضية، انه بنهاية الحلقة الماضية لعبنا بفولي بير. بعد ما خلصت الحلقة اكتشفت اني اخذت التوكن الثالثة والاخيرة بفولي بير، وهذا يعني انه فيني طور الماستري تبع فولي بير. هاي فولي بير قدامنا مثل ما هو ظاهر. قلتوا لي بعض الناس يعني كتبوا لي انه عمر بين كل كذا حلقه وحذا حلقه صرت عامل 700 800 حلقه ليج اوف ليجند، فرجينا مره تطوير ماستري للماكس. هي تطوير الماستري للماكس بواحد من الشامبيونز. كونجراتوليشنز، يو هاف ريتش يور نيكست مايلستون اوف شامبيون ماستري ليفل 7 وورلورد وذ فوليبر. اذا هلا انا خلصت خلينا نقول المهمة تبعي تجاه فوليبر، وهلأ صار لازم لاقي شيء تاني بلش فيه مهمة اني اشتغل عليه. هلأ هحط انا توب وسبورت وشوف بقلب المباراة شو بده يصير. كمان كل فترة يعني بتطلبوا مني احيانا اني فرجيكم هذا الشيء اللي هلأ عم بيصير، يعني نحول حلقة ليج اوف ليجند من حلقة لنمط البث. شو يعني نمط البث؟ يعني انا لما كنت احضر بثوث من زمان، على فكرة كنت احضر بثوث مسجلة، يعني مو شرط مو بس مباشر هلأ عم بيصير، هو بس صار من قبل بس عم يشوفه الواحد اكتر. ليش كنت حب البث المسجل يعني بشكل عام؟ اول شيء اني انا ما بحكي مع اليوتيوبر، اليوتيوبر بشكل عام ماله والله مثلا حدا صديقي او هو عربي او لا، يوتيوبر بشكل عام او كان على تويتش بالاحرى مو على اليوتيوب. اذا انا عندي توب اتوقع اني انا حروح نار اتدرب عليه، اتوقع انه هذا الشامبيون اللي بدي اتدرب عليه، هذا الهيرو. المهم اللي كنت عم اقوله انا انه مو الفكره انك انت بهذا النوع من المقاطع اللي انا شخصيا بحبه، ايم داريوس ولا ايم، والله يمكن داريوس، اتوقع داريوس مع انه انا قوي عليه، بس اذا داريوس كثير لعيب ممكن لا يعمل لي مشاكل. بلا ما بدي. المهم بقى كنت انبسط بهي اللحظات بقدر البسط بقلب المباراة. كيف يعني؟ هل الشغلات اللي بتصير تختيار الشامبيون، الكتابات، انا لما كنت احضر الستريمات المسجلة هي اللي عم بحكي لكم عليها، كنت ما انه اقعد وبس بشكل كامل انا مفوكس على الستريم، لا، ممكن انا اكون حاطه للستريم قدامي عم بحضره، بس بنفس الوقت يمكن عم باكل، يمكن عم بكتب شي شغلة على ورقة، عم بجهز لشي موضوع. يعني انا مثل هو ما له 100% من التركيز، ولكن انه حاطه. وبعض الاحيان يكون في بالستريمات المباشرة يعني يحب اني اشوف شو عم بيصير بالتشات، لانه احيانا بيصير مواقف تلاقي الناس عندها ردة فعل غريبة. هي اذا كنت عم بحضر مو مسجل، اذا كان لايف يعني هي الفروقات مو اكتر. بقى انا كل فترة بحاول احط لكم هذا المقطع، حيكون كل 10 حلقات تقريبا مثل هذا المبدأ اللي هو فيه حكي هيك عن مواضيع بشكل عام، وفيه بتشوفوا كيف عم بيصير. هاي المباراة شفناها انه احنا فايتين بنمط الرانك، لاحظوا انه ما في ولا حدا كتب اي شيء بالتشات اصلا، كله عم بيلعب بصمت. خصمي اخذ ريفن، حضر على نار، انا عم بلعب نار شو ما كانت الفكرة. اتوقع انا لازم اخذ هي، انا نسيان شو لازم اخذ له، بس تعال نشوف هي شو هاي. اذا بدي اخده تانك اوكي، هاي عملناها وقتها، هاي بريسيشن. نلعب يا ترى نار دامج ولا لا؟ اتوقع هاي تبع نار، انا ماني مسجلها، هاي هي اللي هي بتضربه 3 ضربات بالتهادة، وهي تبع الريستور ميسنج هيلث و انمي يديل مور دامج و لو و تاك داون. هاي اللي بيلعبوا العادة اتاك سبيد، ايه سيف طبعا. اوكي سو هلا احنا الفرق بين نار وفوليبر عم نلعب بطريقة مختلفة، مو بس الشامبيون. كيف يعني؟ يعني انا عم بلعب بنفس الموقع اللي هو التوب لين، بس هلا بدي اتدرب، ما حكون كتير منيح باول مباراة. ما بنصحك
بيقول لك شو دونت تراي ذيس ات هوم، ما بنصحك تجرب هاي اذا انت بتلعب رانكت. اذا بتلعب بدك تجرب شيء جديد بلش يعني مباراة كذا مباراة نورمال، تعود على الشيء الجديد، جرب مو اول مرة تفوت مالك عارفان شيء. بس انا عندي مشكلة وليس مثل اي لاعب طبيعي، مثلا ممكن هالناس اللي عم تشاهدني ما بتلعب غير ليج اوف ليجند، اما انا ما عندي وقت العب غير مباراة ليج اوف ليجند مثلا باليوم او يومين او ثلاث ايام، مباراة واحدة فقط عندي، لانه الالعاب الثانية كلاش اوف كلانس، كلاش رويال، برول ستارز، كابتن ماجد من جديد هي بلشت تصير لها شعبية، العاب بلاي ستيشن، فيفا وبيس وشادو فور ونيو هورايزن ودراغون بول، مصارعة، يعني في مجموعة من الألعاب مختلفة أنا مضطر أني ألعبها كلها مشان كلها نزل لها مقاطع وتحديثات والأشياء هي. مشان هيك ما عندي وقت ألعب نورمال، وبالتالي بنطحن لما ألعب رانكت. بس لأنه بعرف اللعبة من زمان، يعني أنه بلعبها اللعبة من أول بداياتها، طبعا مع تقطعات كثير، بس لأني بلعبها من أول بداياتها بضل بعرف يعني بشكل عام شو لازم ساوي بشكل أساسي. مبسوط أنه معي بالفريق سوين، ما بعرف ليش بحس دائما سوين بنهايات المباراة بيكون ممتع. ماستر موجود بالشامبيون اللي هو خصمنا يعني مو فريقنا، مشكلته انه هو اناني، هذا الشامبيون هو شامبيون اناني، مو الشرط اللاعب اللي عم يلعب فيه اناني، بس هو شامبيون اناني، يعني هو بيقوى انه ياخذ الريد والبلو ويقتل هو الكلات ويعمل كل شيء، وبالتالي اذا احنا قدرنا نقضي عليه ما خلينا يقوى، بقى هو عم بيكون اناني بس ما عم بيفيد شيء فريقه بشيء، وبالتالي رجع بدون اي داعي او بدون اي طعمه وجوده بالفريق. هي مشكله ماستر. انا لو سالوني بفضل انه ماستر ما يكون معي بالفريق دائما، بفضل الجنجل تبعي يكون تانك كمان، اذا سالوني بفضل الجنجل يكون مين تانك. على فكره بفريقنا ما في مين تانك، مشان هيك انا يمكن اضطر شوي جيب ايتمات اوف تانك، بس اتوقع الماستر اللي عم لعبها الطريقة اللي عم لعبها هي حتكون دمج قوي. سوين حلاوته انه هو اوف تانك ظريف نوعا ما، نيدالي طبعا ما لسيئة ابدا، يعني جيدة كجنجل، كل الشامبيونات اللي قدامي قوية، بس خايف من ريفن لانه ممكن تكون مزعجة نوعا ما. بنصح اكثر اللي عم يلعب نار انه ياخذ تيليبورت، بس انا ما عم باخذ تيليبورت لاني مالي متمكن، بقى عم بحاول استفاد من هالاجنايت لعزز فرصي اني اخذ الكل، خصوصا الفيرست بلاد بين قوسين، يعني بقى هي الفكره. بتوقع انه انا روح على الكونكسيف كيو اي هيك، يعني الدبليو اكثر شيء هي ركز عليها. قديش صار تعمل الدبليو؟ يعني ترى مغير اشياء عن زمان ما بتوقع. هي الباسف تبعها كل ثالث ضربه او سحر بيعمل 10 دمج زياده زائد 6% من طاقه الخصم الكامل، يعني منيحه على التانكات ما لها سيئه. بتجي هي ماجيك دمج و اكثر شيء 100 دمج ضد المونسترز، وكمان بناخد 30% موفمنت سبيد. لو كنت متحول يعني بعد ما اتحول لهذا الشكل الكبير بعمل ستان بدل هالقصص كلها، تصير تنكبس. هلا ما بتنكبس، هلا شايفين هي. اوكي الام اس مثل ما هو ظاهر 221 ما له كتير منيح، بس بدي احاول اتعامل مع هذا الام اس. يلا يلا انطلق لفوق. اكالي ميد طبعا، سوين امور كلها تمام طبيعية، وهي ريفن طبعا سيف ثلاثة بوشن. اوكي حلو، ثلاث ضربات منيح حلوين. طبعا هو سبب هجومه هذا الزايد هو انه معه بوشن، عشان هيك ندير بالنا. وسببه الثاني انه ما بده يعني انه اعمل سيطرة وبالتالي ما يقدر هو يعمل فارم، عرفتوا هدول الحركات؟ عشان هيك هلا انا بدي احاول كمان اعرف شو ساوي.
الشيل تبعه. طاقته قلت لريفن نوعا ما. انا قربت اتحول. كيو ما صبنا ريفن. حاول نأذيها. هاي ستان. انسحاب تكتيكي. اغنايت. فلاش. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام يا جماعة. تعرفوا لو الكيو طلعت كنت اخذت الكل وما كان مات. حرام. حرام حرام حرام. والله على هالحكي حاخد هذا الكلام. وفي دبل كيل صارت. بعتقد اني حاخد تسريعي وانطلق. ليش اخذت بوتس وتسريع؟ مشان اتحرك اسرع والاتاك سبيد يعطينا طاقة اكثر. بالنسبة لفرينا بالبوت لين برافو عليهم اخذوا كيلات. بس حرام حرام. شايفين هلا الفكرة انه هلا انا لعبت نار اليوم اول مرة مثلا. صار معي هالحادث. تخيلوا لو واحد عم يلعب نار كل يوم 10 مرات. كل يوم خلينا نقول 5 مرات ما هو 10، 3 5 هيك هالارقام. هي لعيبة ليج اوف ليجند بيفهموا قصدي. تمام. بصير ما عاد يخربط هالاغلاط اللي انا سويتها وما عاد يموت هالموتة اللي انا متها. سي اس متعادل بيني وبين ريفن. هو اجا جولد اكثر لانه هو اخذ الفيرست بلاد. والله اضغطوا. اخذ هي جاب الايتم كامل فيش. حلو. ما زال الضغط مستمرا. نطيت نط. اوه ليش هيك صار؟ نطيت فكرت حالي بمكان الامان ولكن طلع ماستر عامل عليه الكيو بعد ما نطيت وبالتالي وصل لعندي. يا الله على هالسيناريو الهندي اللي صار. سيناريو هندي. نعم سيناريو هندي جدا. و ريفن هلا صار عنده تقدم. صار بدي اسيست بالتوب لين اذا بيقدر ندى اللي يجي. ندى اللي بعيد والله بس معه ريد. بس بعيد بعيد. شوف شوف طاقه هالريفن. يا ترى استعمل هاي الحمراء ونط لتحت ولا لا؟ تعال نشلف. استعملها اكيد. نعم. نحاول شوي نرجع الفرق بالفارم. بعدين ما يجي ريفن حط وورد هون. وتعال يا حبيبي تعال يا روحي. هلا اللي نحاول نساويه هو بس نقوى شوي لانه المباراة ماشية كتير منيح بصالحنا. يعني ما في داعي للمخاطرات. ما لنا بحاجة مخاطرات. في مباريات بحاجة انت لتخاطر. في مباريات ما لك حاجة لخاطر ابدا. بس انك تضل اللاج عم بيزعجني والله. مكتوب 220 انا حاسه شي 500 ما بعرف ليش. اشرحوا لي شو معناها هاي لما يكون مكتوب رقم وانت تحسه رقم تاني. اشترى غير بوت. ايوه تمام. صبته. شايف ندى اللي انت عارف اذا متبهين لها هي بالخريطه قريبه عشان هيك عم قرب اكثر. بحاول اعمل فورس لفايت. استعمل بوشن. ندى بالطريق. هاي كيو. هاي اغنايت. ما فيني فوت اكثر. ندى اللي ما عنده شيء كانه حلول. ما فيني اسوي اكثر من هيك. حط وورد هون. اذا اجى ماستر بموت دغري. ما تعطي لي ليه. متت. ندى اللي اعطتني اشاره بس ما فاتت يا شباب. اذا ما فينا نعتمد على ندى اللي كثير تعطي قليله ورغم هيك ما قدرت اسوي شيء.
المشكلة إذا ضل ماشي بهذا السلك ما حوصل الشيء بدي اياه، بدي اروح على هذا الايتم هذا اللي شايفه اكثر. هاي بوشنتين انطلاق سريع مثل ما قلت، بدي استنى لقوى شوي يا جماعة. وضعي البدائي كثير سيء، وضعي بداية اللعبة كثير سيء. ندلي لساتها ليفل 5 هلا رح تصير 6. شوف عم تعاني مع ولد بو هلا مع سمايك. يلا نوصلنا عند هاد. مالي مرتاح، مالي مرتاح. اتوقع انه ريفن رجعت اشتري. ضربة على التاور ما بدي اخده طبعا. في كلات كثير عم تصير بالنص، لازم نحط ولا لا؟ طب اقول لازم احط وورد، بعدين شفت انه ماستر هلا مات بقى اموري منيحه. شايفين الثلاث ستاكات شلون؟ تعطيني هالركضة السريعة ما عاد يقدر يقتلني. بصير في لسه فلاش يعني أمور منيحة. لا لا هيك ما انبسطنا بنوم. هاي فلاش والله. استنى شوي استعمل بوشن على أمل. الوضع مخيف جدا، الوضع مخيف جدا. صار ريفن كتير قوية، كتير قوية بالوقت الحالي. ما عم بقدر اتعامل معه. بحاول اني ارجع بحاول ارجع بالتوب لين بس لسه الوضع تعبان. الوضع تعبان يا جماعة، بس لازم ما نستسلم لانه فريقنا ربحان يعني. ايه ريفن، ريفن مو ريفن قصدي دريفن. دريفن اخذ كل ورا التاور. ممتازة يا دريفن، دريفن جدا قوي. لا قدر اكالي انه ياخذ الكيل. لا والله علي اخذ الكيل. وهون ها حيقدر يهرب هذا من هذا ولا لا؟ يلا ندالي، ندالي وصل ندالي للمساعدة السريعة. ثانكيو. اخذ الكيل، اخذ الكيل رفيقي. يلا معلش، مع انه انا كنت بحاجة الكيل، كنت بحاجة الكل جدا. دفشة سريعة، دفشة سريعة ان شاء الله. حلو دبل كيل. عاش عاش هذا. ليش مفكر انا ريفن معه؟ كنت مفكر يا جماعة انه ريفن معه تليبورت. مو مين عنده تليبورت فريقهم؟ ما حدا؟ جبنا شوية اموال منيحة، تاورنا ماله كتير منيح، المد مدفوش. احسن شي ساويه. شت داون. الدراغون.
دراجون يا جماعة، رايحين عند دراجون. انتبهوا انتبهوا انتبهوا، ناخذ دول تنتين ببلاش. والله ريفن يمكن نزلت. طلعن إشارة انه ريفن يمكن نزلت لعندكم. نهرب لانه ما قلتي حطه بالحيط. كيو جاي لعندي صديقي، خليني احاول اعبي طاقه قبل ما يوصل. هذا حيفكر اكيد انه يفوت علي. قتل. لا يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. وش سعيد لرفيقي. عمل هيك عمل هيك عمل هيك. ألف خمسمية جولد حلوين، خلينا نزيدهم شوي. هيك في تليبورت، هيك تليبورت. اه متغير، صح 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 صح. نسيت هالقصة بليك اوف ليجن، نسيت قصة التغيير هاد. بس حلو، يلا ناخذ الميد ليفل 2 احسن من التوب ليفل 1. فهمتوا شلون؟ هيك الفكرة اللي عم فكر فيها. منطق يعني شوي. يلا يلا حتى ليفل 3 كمان عندنا كجولد، نفس الشيء بس كقيمة بقلب اللعبة. انك تاخذ تاور لجوا اكثر اكيد اهم. اتوقع انه ريفن جاي. لا ما متفقين. ما طلعت الالتي هون، كنت يضربهم كلهم على الحفة. كان مات على ستار. لسه لسه عنا هذا، ممكن ياخذ الدبل كيل. ممكن ممكن ممكن. يلا 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 يلا. لا ما ممكن. لا ما ممكن. ممكن معي اموال منيحة. خلصنا ايتم و او لا، هذا بقيان له 500. فرجيني. ما بدي سبيد، دمج شوي احسن. بنلعب دمج وعم نلعب. هروح بوت. اوه شو هاد؟ عم ساعد كارما. والله كارما لحالها قدرت تاخذ الكيل. وحاول ساعد كارما مره ثانيه من هون. هذا ميت ميت. طلع فلاش. اوه نط علي بس مات 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 مات. نعم 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 نعم. يلا يلا خذوا كلات خذوا كلات خذوا كلات. دريفن دريفن دريفن. يا سلام دبل كيل. يلا ضحيت بنفسي ولكن فريقي اخذ كلات بالهبل. دراجون 3 دقائق. والله اذا بيقدروا ياخذوا هذا حلو. هيك في معنا في معنا شوية وقت. اتوقع بياخذوا اتوقع بياخذوا. ما يموت بس. والله مات.
المونتاج كثير حلو بس والله ريفن قدر يعمل شغل عالي. قتلته اي كيو على هاد صبته فيها حلو. ايه استنى اي كيو يا قطعته مات هاي كيل بس ما بدي موت. سلام يا سلام يا سلام قطعتي الله حرجع لتحت ساعد اي كيو سلام يا سلام حلو حلو بلش يصير مفيد اكتر واكتر. ناخذ التاور معلش ليش لا ريفن ضربة كمان ضربة دريفن هات دريفن كيو نطلع فيها قصدي ايه نطلع فيها هتحول هلا هايستان اخذ تاور يا اخي ها انا اخذته كمل على التاور اللي بعده شوي اكالي شايفها فوق اليسار امونا بخير قتلته تريست حرام رفيقنا الميدليناوي مفروض ناخذ هالتاور مفروض الانهبيتر قصدي الله الله بدي اسيست هون انا ريد دراك ريد دراجون هذا انا بالنسبه لي احسن دراجون اهم دراجون ريد دراجون اهم دراجون لازم ناخذ لازم ناخذ اخذناه نساعد كارما يلا نساعده اخذنا الكيل قلتي لورا بس ليرجع ما عاد في شيء ما فيش عملوا لي شت داون بعد ما اخذت كيلات منيحة بس طاقتهم قليلة لك طاقة تريست ممكن يموت ما صابوا حرام اخذوا كيلات ما لها داعي والله صار في خيارات ان مين الاقوي عندهم في ماستر لا لا ما حروح على هذاك الايتم يلا حتصير معنا هاي معناتها أمورنا بخير هلا البوت لين عند اوه بيموت ماستر طابي 144 البوت لين عندهم تعبان وهذا الشيء بيعطينا وقت هلا حبلش اخذ تاورات فوق بقى أمورنا بخير مات وهو عم يدافع ماستر نكمل نكمل في تليبورت هون وورد هون منيحة نكمل لهون عند الشباب هاي هرب ما هرب من ايده حرام هرب ناخد هذا التاور بعناتها نكمل على اللي بعده يعني بترين ممتاز انا ربت اتحول ممتاز بالوقت المناسب جدا
وتحولنا نفضي الطريق مشان نخلص خلص ال سحاب سريع جدا ما استحمل دمج ابدا. ريفن المفروض تموت ماتت وتريستانا ماتت المفروض ناخذ تاور خلص اللعبه اذا انا تريستانا ما ماتت كله مات هون اذا انا ضحيت الوحيد بنفسي بالمعركه الاخيره وهذا المطلوب طالما انه هنا عم بيقتلوا عم يقتلوني وعم يضل ريفن والميدلين عايشين هن اللي عملوا الدمج العالي. نيدالي ما لقى لي لبنوب لاحظوا عم دربدون عم تعمل دمج عالي ماجيك عالي. قدرنا نسحق هذا الفريق ما قدرت اعمل احسن ما عندي بس كتجربة اولى بهذا السيزن لنار وكتجربة اولى للدمج كمان ماشي الحال. قولوا لي بالتعليقات شو رأيكم شو نساوي النار بتوقع اذا بنحترفه نضل فيه وعلينا فيه السكورات جبنا فيه سكورات حلوة سكورات قوية. اتوقع انه يعني بنار ممكن نجيب الماستري 7 ونصير قوايا كتير. شفته بالبطولات عم يستعملوا بتوقع البطولات عم يستعملوا. ما تكونوا نسيتوا عملتوا لايك واشتركتوا القناة فعلتوا الجرس نحاول بهذا المقطع من ليج اوف ليجند نوصل ل 10,000 لايك. نعم فينا نعملها ما لها مستحيلة بس كل واحد ما يكون نسي انه عمل لايك وبنقدر نوصل لهذا الرقم وبالتالي لعبة ليج اوف ليجند بتجي وبتزداد انطلاقتها اكثر بالقناة لانه انا بحبها كتير ونفسي انه توصل لمراتب عالية. بشوفكم قريبا ان شاء الله مع السلامة.